نرحب بهذه الإذاعة الموقرة التي تحضر جميع مظاهرات المتقاعدين المظلومين. أي المظلومين المتقاعدين، نحن ظلمنا واستبشرنا خيرا بسقوط الطاغية، ولكن جاء الطاغية أظلم من الطاغية بمليون مرة. هو هذا العصر وهذا الزمان. احنا راح نناشد هاي الإذاعة ونطلب من الإذاعة الاستغاثة بكافة الدول العربية وكافة السفارات اللي موجودة بالعراق وخارج العراق، الحضور إلى هذه الطغمة الحاكمة التي دمرت البلاد والعباد. فأيها الدول العربية، نحن بلاد العرب وأوطاني، من الشام، من العرب، من بغداد فت أطواني. احنا اليوم مثل ما يقول الريد فزعتكم تفزعونا لهاي الحكومة الظالمة. نناشد هيئة الأمم المتحدة، الدول العربية، إنه يفزعونا فزعة رجل واحد ويخلصونا من هذه الحكومة، لأنها حكومة ظالمة. وصدام حسين أحسن منهم، قلنا طاغية، فهم أصبحوا الطاغية والظالمين هم. وكان صدام حسين 18 مادة الحصة التومينية، حتى حليب الأطفال ينطي، مكاين الحلاقة، الصابون، العدس، الحمص، هسه طبقة بيض واحدة وما مستلمها أنا شخصيا. إذا مستلمها عمي أنا اشتردون أنطيكم. فيا سياسيين استحوا، خلوا الله بين عيناكم، يقولوا كل ويا عميان وراقب الله. احنا المواليد الأربعة المغبونين، المواليد الأربعة اطلعوهم 58 59 60 61 أربع مواليد طلعوهم، حقوقهم تقطر ورواتبهم تقطر واكلوا من اعمارنا 3 سنوات. قانون دولي بكل العالم، بكل العالم قانون دولي التقاعد 63 سنه، 60 سنه طلعونا وقاموا بالتناوب، بالتناوب. الحكومات راحت، راحت الحكومات، يعني باستمرار الحكومات راحت باستمرار، يعني من نكلة 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 ماكو. أمنا بالله وبدولة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، قال هسه أول ما قضى على المولدات خلف الله عليه والعالم تدعي له يقضينا على إيجارات رواتبنا اللي مهدورة. أنا بيتين عندي وعندي ضغط وسكر وجلطة، لحد الآن عندي عملية ما عندي فلوس أسوي العملية، راتبي يا دوب يكفيني 3 أو 4 بالشهر، واني واحد دا احكي بلسان، بلسان الالاف من اخواني ذول المتقاعدين الموجودين، الاف مؤلفه من اخواننا المتقاعدين الموجودين، المظلومين حقهم والماكول حقهم. احنا ما نطلب شيء، نطلب حق من حقوقنا، اسوة بالناس، اسوة بالدول، اسوة بالعالم. ليش؟ كان السلام الكاظمير سوى مواليدنا على 60 سنة وطلعنا تقاعد، وطلع وهو اول ما طلع قال انا الشهيد الحي، انا الشهيد الحي. بعدين حاط الحراميه بالمكتب مالته جواباته، منا ومنا نور زهير وربع، نور زهير وربع وذاك الاخ هيثم الجبوري رحمه الله والديك، هيثم الجبوري ايه ها عيني، وحايرين حايرين بس بالبوق واللغف. يعني راتبهم واحدهم، يعني واحد من عندنا هسه احد الموجودين يقول والله والله العظيم، وهو القاسم يمين، يوم اللي 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 ينطي الصبح فطره مصباح العيد ما عنده فطره ينطي عنا وعن جهاله، فطره ما عنده ينطي، فطره ما عنده ينطي، 2500 دينار ما عنده ينطي، لا راتب انطوه قبل العيد ولا عيدية انطوه قبل العيد، وكله بالوعيد.
بالمواعيد وينطون، قالوا عيديه ماكو عيديه، قالوا راتب ماكو راتب، كل كذب، قنوات كلها تكذب، قنوات تطلع على الفيس غير على لسانهم. ماكو، عرفت شلون؟ وبعدين اكو واحد يعني واحد حاط مليار بجيبه، مليار دولارات بجيبه، وواحد ما عنده 2500 ينطي فطره الى عنا وعن جهاله مصباح العيد. الله صحيح. لا اله الا الله، نقول محمد رسول الله. الله اكبر عليك. الله اكبر على الظالم، الله اكبر على الظالمين، اللهم يلعن الظالمين، اللهم يلعن الظالمين. نشكر ونقدر هذه الفضائية اللي تتابع شؤون الفقراء. احنا ما عندنا شيء، المتقاعدين التجمع المتقاعد، وهاي سابع مظاهرة، ثامن مظاهرة، على شغلات كلش بسيطة. يقدر رئيس وزراء يحلها بلا مشاكل ولا اعتصام ولا قضايا شغب، وهاي الدنيا المقلوبة علينا واحنا شياب ما بينا حيل. اجينا نمشي من العلاوي الحلال الحلال طحنا. ما بينا حيل. انت رئيس وزراء محمد الشاع السوداني، انت كنت بالبرلمان طالبت بحقوق المتقاعدين. انا رئيس جمعيه متقاعدي كربلاء، الجمعيه العراقيه، اقسم عليك بكربلاء وبالعباس والحسين فضنا من هالمشكله 150 الف اسوه بهاي العالم الملايين والمليارات. شنو المالعك؟ هاي واحده. النقطه الثانيه، عيب على دوله تسوي تفرقه. هذه التفرقه تخلي الدولة تصير أجزاء. التفرقة شنو؟ قطع الأراضي اللي عنده من 2005 وفوق يستلم، واللي بالخمسين وفوق جوه ما يستلم. ليش؟ هو جيش واحد لو جيشين؟ محاربة إيران، جيش واحد. اترك إيران، ايش علينا بإيران؟ هو جيش واحد. حاربنا سوريا، حاربنا أمريكا، حاربنا على حق على بعض الدول العربية، حاربنا بعض ابقى باقب وهاي عيني شلع. زين انا واحد من الملايين، فيا اخي انا جرفك يا صيقل، لا اخسر عيوني وما اخليش دمعة تلبسوني وانت تدري. اولا اشكر هذه الاذاعة الموقرة واشكر المنتسبين لها، والله يحفظكم عمي نيابة عن نفسي وعن أخوتي المتقاعدين عموما. الناشد رئيس الوزراء المحترم، يا سوداني، يا ابن العمارة، يا ابن الأصائل، مثل ما تباوع لأبوك باوع احنا أبهاتك. أنا عمري 71 سنة وأشتغل بالعمالة، راتبي 535، وأنا قانون وسياسة. زين عندي خدمة 44 سنة، راتبي 535، المن اعطيه؟ اعطي للايجار، اعطي للعلاج، اعطي زوجتي هسه حالتها رديئة لها عملية ما عندي. تروح تتدين يعطونك بالفايز المليون، يحسبون عليك مليون و400. هاي الناس الظلمة انباوا على الله وعليك. يا سيدنا يا عزيزنا يا طيب يا ابن العرب الأصائل، هذه حالة الرواتب. اولا عندنا صندوق المتقاعدين انه كان يقصون من رواتبنا، وبالنسبة ان حق صندوقنا موجود، احنا اللي اذا من عندك توقع وتسهل امر المتقاعدين وتعدل رواتب المتقاعدين عموما. هاي وحدة. اثنين، سلف مصرف الرشيد، علما ابو الرافدين مفتوحه 24 ساعه للمتقاعدين، وابو الرشيد هاي 3 سنوات ما يفتح السلف للمتقاعدين. ما هو السبب؟ متفقين ويا المكاتب او المكتب، تروح عليه تقول له عمي اريد لي السلفه انا، شلون؟ قال لي اي انا اطلع لك سلفه وانا اعطيك سلفه. السلفه 8 ملايين، 8 ملايين يسوونها 10، يعطوني 5 و5 ياخذونها، متفقين ويا المصارف. السلام عليكم. هذا المتقاعد المظلوم، هذا بالحق انا وياهم صار كم بسبع مظاهرات، صار 3 سنين نطلع. على شنو؟ على ابسط حق من حقوقنا. احنا بس نريد يساوون بين جماعتهم وربعهم وبيننا احنا المظلوم.
يعني مثلا هسه ماكو كل دول العالم قانون تقاعد، اربع قوانين تقاعد، قبل 2003 قانون، بعد 2004 قانون، بعد 2014 قانون، بعد 2019 قانون، يعني اربع قوانين لتقاعد. استوى بهاي الاربع قوانين، اصدروا ربعهم وجماعتهم واستثنوا رفحه واستثنوا هذا الالي وهذا الك، بس وضعوا الفقرات الملغومه للمواطن العراقي الفقير الاصيل اللي عاش بهذا البلد واللي فدى دماءه والجريح والمعوق. ليش ما يساوون جرح الجيش السابق والحالي؟ ليش الجرح السابق ياخذ 500 والحالي ياخذ 1,200,000؟ لماذا؟ كل هاي القوانين ماكو بكل دول. المفروض يقعدون احنا نناشد مجلس النواب ونطالب رئاسة الوزراء يسوون قانون تقاعد عادل وموحد يساوي بين فئات المجتمع، بحيث كل شخص ياخذ حقه. الجريح ماكو سابق وحالي، وماكو هذا من غير دوله، يعني ما احترامي الغير دول ياخذ تقاعده 1,000,000، اجيبها بالاسم لو ما اجيب من يا دول؟ زين، ليش الدول العربيه وجوارين ياخذون 1,000,000، والعاشر بالعراق والاشرب ما يدزون فرات يقولوا له انت ما لك خبز، روح روح. وهاي صار لنا بحت اصواتنا، ولكن اذانهم لم تسمعنا، لان تسمع فقط اللي هم يخدم مصالحهم. لو شي يخدمهم قعدوا على قانون بالاربع الفجر زين، وصوتوا قبل يومين على قانون الانتخابات 300 مليار، 150 مليار، يعني هاي لانه الهم. لكن حقوق الشعب المسلوبه ما حد يسمعها. احنا نقولهم ترى الدنيا مهما طالت لكم لكن هي قصيره، وانتم مهما زهدتم لكن الله بيننا، وغير ما بغين الذم اذا ما تعطونا حقوقنا، وغير ما بغين الذم اذا ما تعطونا حقوقنا. احنا نريد حقنا كالاتي. اذا انت ما تعرف او ما تريد تقول، احنا عندنا لجان من خبير اقتصادي، خبير قانوني كذا، جعل قانون تقاعد موحد، وهو بحيث يساوي بين فئات، والقانون التقاعد القصري الظالم اللي خرج خبرات وكفاءات البلد وجعل الدوائر فارغه. المفروض هذا القانون التقاعد يعدل، والثلاث سنوات والاربع سنوات اللي اخذتوها تعوضون الناس بها. كافي، نقول لكم كافي كافي تجون تطون الناس على حساب الاخرى، كافي تعتبرون غير عراقيين. احنا عراقيين شئتم ام ابيتم، وسوف ناخذ حقوقنا اليوم وغدا، وشكرا لكم. اولا نشكر قناتكم الموقره ولجنابكم الكريم. انت شوف هسه لاحظ هذه الشيبه البيضاء، الاف مئات والاف مؤلفه، اكو واحد طلع قال خلي التقي بيهم؟ شنو الاستهانه بالمتقاعد؟ وشنو الاستهانه بالشعب؟ احنا ما نستقدم منهم حقوقنا، فقرات بالقانون اقرت غصبا ما عليهم ينفذوها، غصبا ما عليهم ينفذوها. بالنسبه لرفحه فصلوها دشداشه وفصلوها على مقاسهم. انا اللي امامك، انا اللي امامك اسير معركه السعوديه، وسوينا معاملات قبل 5 سنوات ولقيناهم بالمحاربين مذبوبات بالحديقه، وسوينا معاملات ثانيه ولقيناها مذبوبات بالحديقه. فاما القانون فصلوه على مقاسهم، وشلون واحد يفصل دشداشه؟ احنا هذه مظاهراتنا سلمية، وأقلهم أحذروا من الحليب إلى غضب، وإن الشرف إنه دافعنا على هذا البلد بدمائنا، هذا شرف إنه، لا يقول هذا جيش سابق والجيش الحالي، إن الشرف إنه دافعنا على هذه الأرض وسقيناها بدمائنا. وإذا قضيتنا مسيسة
قضية المتقاعدين قضية سياسية. خلي يقول لنا الجال اللي واقفة بوجه قضيتنا حتى نعلم شلون نتصرف وياها. احنا مو عايشين ترى، احنا رجال العراق ونساء العراق وكل متقاعدين العراق توج فوق رؤوسهم. ما انت مثل ما انت هذا المتقاعد، ما ضحوا مثل ما ضحى هذا المتقاعد، نساء ورجال. نحن من بنى العراق؟ ليش عايفيننا احنا؟ احنا متقاعدين، احنا ابهاتكم اباكم، يعني احنا ناخذ 300 و400 والنائب ياخذ له يخدم له اربع سنوات ياخذ له 15 مليون او 10 ملايين، واحنا 300 لمن نعطيها؟ للكهرباء، للمي، لمن نعطيها؟ للمرضى؟ يعني هاي الناس تجي من العماره، من البصره، من الكوت، من هذه، يعني ليش هيجي؟ ناس كبار مرضى، يعني ما يصير هيجي. يا نوابنا، يا حلبوسي، ليش ناسينا؟ يا ما خدمنا، يا ما ضحينا، يا ما بذلنا كل جهودنا، ليش هيك ناسينا احنا المتقاعدين؟ شو مسوين احنا؟ كل القرارات طبقتوها وخليتونا احنا على صفحه. يا ما تعبنا احنا. ما يصير انت رئيس وزراء، اول ما جيت والله العظيم كيفنا بيك. قلنا جانا الخير، الخير اجانا، تالي متالي هيك يصير هاي حالنا؟ هاي حالنا كل ما هذه نطلع مظاهرات مع الحر وبهالشمس ومرضى ونتعثر. شنو ذنبنا احنا نساء؟ وين نروح؟ بسبب الولد بالغ، الولد البالغ عندي مريض بالبيت وماخذه عاله بي انا، مسويه عاله له، وعالتي انا سردوس سويت. يعني وين نروح احنا؟ المن يعني نطوجونا الى ما عندنا مرضى كلها بالبيوت. هاي زين، هاي الوادم، هاي خطيه، هاي شنو ذنبها هسه؟ شنو ذنبها المتقاعدين هاي الشيبه البيضاء؟ تروح منا وترد منا، شنو ذنبها العالم؟ ما ينكسر خاطرهم علينا؟ يعني انا من السماوه جايه. من السماوه ضاربه كم محافظه من الليل طالعه، يعني كم مظاهره انا جاي، يمكن حضرت 10 مظاهرات. ليش ما يعطونا حقوقنا؟ ما ينكسر خاطرهم علينا؟ ما يقولون هاي نساء؟ والله يا ابني الغلا عامينه. انا تصدق صار 5 سنين ما رايحه، وانا قطع راتبي صار 3 سنين من قطعه، ولي هسه اناول من عند رئيس الوزراء يرجع لي راتبي. زين انا بيش اعيش؟ انا ضغط وسكر وقلب عندي والتهاب مفاصل، بيش اعيش انا؟ يرضاها على محمد شاع السوداني، يرضاها على امه، على اختها يقطعوا راتبها؟ زين ما يقول هاي ايش تاكل ايش تشرب؟ ليش هيجي؟ ليش ظالمين بينا احنا المتقاعدين؟ وسويت معامله ورحت وجيت وتاليت اعطوني 6 شهور وقطعوا مني. والغلاء تدري انت يا ابني بهالسوق وهالدنيا وهالمصرف هذا، وما ادري شلون يعني نرجي من الله ومن عنده يرجع رواتبنا ويزيدها لنا. ما تكفي هي، شنو هي ال 320 يعطوني اياها؟ ما تكفي. والله ارحم الراحمين. احنا نطالب بالماده 36 وماده 14 اللي هو مواد هوايه، بس احنا المستفيدين والورثه رواتبنا 320، 320 متكفي. 320 يعني ترديها 5 ايام، 10 ايام هي مخلصه. احنا مواد يعني هو بالبرلمان من شرع قوانين بال 2014 شرعوا قوانين بس ما نفذوها. زين الماده 14 ليش بها تسكين؟ ليش اكو فرق بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد؟ ليش هالتفرقه هاي؟ ليش احنا يعني هساني زوجي يعني ما دافع عن الوطن؟ احنا وين نروح بهيك حاله؟ غلاء موجود، يعني تضخم هاي كل سنه، احنا التضخم كل شهر هو مو كل سنه يرتفع الدولار. زين الماده 14 ليش ما تدفع لها؟ وهي يم رئيس مجلس الوزراء يم محمد الشياع السوداني، هو كان قبل يطالب بزيادة رواتب المتقاعدين، من صار رئيس وزراء لا عفوا سقط 21 36 شرع قانون التقاعد وزيادة رواتب المتقاعدين ولحد الآن يعني ماكو تفعيل للقوانين، ماكو تفعيل. شرعتوا قوانين ونزلت بالجريدة الرسمية واخذت يعني نقول الدرجة القطعية تفعلوها؟ يعني هاي كم مرة احنا طالعين متقاعدين متظاهرات؟ اكو واحد طلع لنا وقال يابا شنو مطالبكم؟ يعني انتم تستنكفون من الشعب؟ هو انتم شلون عايشين؟ احنا الشعب اللي انتخبناكم. انتوا لو ما الشعب ما صرتوا بهذا، ما وصلتوا لهذا المكان. انتوا ذا الشعب ما جاي تقدرونه، جاي تحترمونه، ولا جاي تعينونه. ترى احذروا الحليم اذا غضب، والمتقاعدين ترى مو ضعفاء، ترى كل القوه بيهم، وكل واحد والحق ما يروح، كل واحد يدافع عن حقه. والله انتخابات جايه واحنا ندافع عن حقنا. يعني صح كبار سن وصح تعبانين، بس لا ما حد يسكت. احنا نريد بس تفعيل القوانين، فعلوا القوانين وطونا حقوقنا وبعد ما نطلع ولا نجي ولا نوصل. انا راتبي متقاعد 500 ألف اخذ،
يعني هاي معاناة إنسانية. هذا عندي أشتريه بخمسة وأربعين ألف واحد، وهذا بخمسة صار خمسين ألف. الله يشافيك. دواء الضغط بسبعة وعشرين ألف الله شهد، والدهون ثمانية وعشرين ألف، إيش بقى من الراتب 375، قاعد آجار 200 ألف دينار، عدة من نفرات أنا معينهم. هذا الحقد والكراهية على المتقاعدين المظلومين بالعراق، يعني رفعة شنو رفعة مرة شنو رفعة، كل واحد يعطينا مليون ونص وعده عشر أطفال عشر ملايين، وين الحقوق؟ اثنين، أول شيء المتقاعد هذا رجال مثلا صار الخدمة بالجيش أو بالوطن المدني يريد حقوقه 500 بهذه الظروف الصعبة، كهرباء مولد كل الأشياء. والله يا أخي إحنا عندنا مثل يقول ما شوف بالمنخل عمل عمى، ما شوف بالمنخل عمل عمى، يعني حال المتقاعد هذا قدامك جاي تشوف شنو حالة المتقاعد بأنقص كل حال 400 ألف وعنده 5-6 أطفال 7 أطفال، زين هذا شو يسوي به؟ بالنسبة لي أنا هسه هذا أحد المتقاعدين، ها؟ هل جيت من الناس اللي هنا فقرات أو نظر؟ منا اللي هنا ما أقدر، زين أنا أقدر أشتغل؟ زين إحنا خدمنا هذا البلد، هذا البلد العراق بلد خدمناه 40 و45 و30 و35 سنة، زين هاي مجازاتنا، يعني هاي جازات احنا، يعني هاي خدمتنا وين راحت؟ يعني اكو يفرقون، زين هذا شنو الفرق العسكري عني؟ اكو قديم واكو جديد، يعني شنو المأساة هذه؟ شنو هالظلم هذا؟ بس انا هسه انا ابو ربحة هسه خلينا بالله يا عمي، احنا هسه هم وينهم؟ يعني هو لو بيحط شابه قبل عراق احنا تحملنا عم والله ناكل ويا الجريري ويا الفاره، انا على حاكيك تنتاك، ها او جلي كان مال مي مال حديد انقله فوق الجبل، زين هسه مترفين وهذه، وهسه نصهم دمج يجي هين المتقاعد عقيد ما يعرف يتصرف لانه ما يعرف سياق العسكريه شنو، لا داخل كليه لا يفتهم اي شيء، والله والله الكريم وانا مسؤول عن كلامي، زين اكو عقيد يقول له هين المتقاعد، يعني انت زين هسه انا سال اناشد البرلمانيين اللي انتخبهم الشعب العراقي، ها زين احنا هسه جايبيننا ودبونا بالحديقه هاي، اكو برلمان طلع لنا قال ذولا ابانا اجدادنا ناس كبار بالحار بضيمة حالهم، خلنا نروح نشوف شنو مشكلتهم، وضافة إهانة للمتقاعد. فعمي أنا ناشد كل شريف بالأمم المتحدة وباقي الدول الشرفاء، أحمل أمريكا المسؤولية، الشيطان الأكبر، زين هاي نتائج أمريكا لأنه سلطت على الشعب العراقي ضد ناس ظلام وضد الشعب العراقي هذا، بس العراقي حي ما يموت والله العظيم، تاليتهم بالمزاد، زين احنا نموت ونولي بس جينا بعد، وان شاء الله الحبل على الجراره جاي خيرهم، ما يصير انتخابات جايه طبعا جايه، احنا نزيلهم نزيلهم ما يصير، لا يجيبهم سلاحهم ولا يجيبهم كل شيء، زين وهم اصلا انتخابات ماكو، ما يصير، يعني بشرفك ارد اسالك بالله ورسله وكتبه، يعني احنا نتماطل ويا ذول العسكريين باي الشيبه نضرب وياهم بوكسيات، يعني اي 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 دوله هيك، يعني عتها هيك ناس متقاعد، المتقاعد محترم او الى كرامته او الى احترامه، الا هالبلد هذا مو بسكم من البوق ما 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 شبحتوا، بلد من ينطي قانون اكو بيه مساواه، انت انطيني اطلع لي بالتلفزيون قل لي عمي انه ذول اهل رفحه ضحوا وقاوا من اجل هذا الوطن، اقول لك طيب ليش شلون اللي انهزموا؟ هسه انا ما اريد احكي عليهم بس هذا الواقع، انت تعلمني انه اخون بلدي ابنائي باشر عقبه اذا صار شيء على هذا البلد اخليهم يقاتلون؟ اقول لهم لا والله بابا، لان هذا قانون بتمييز ناس تاخذ ملايين وناس تاخذ 500 اللي دافعوا عن بلدهم.
اني الرجال انا حكيته كنت بتركيا 5 سنوات، بس لا تقول هذا المتقاعد برجوازي وعدمه فلوس وهاي، لا كنت اشتغل هنا. بس ذا باوع القانون اني منا تحياتي للرئيس رجب طيب اردوغان، العداله اللي ويا شعبه يوميا 100,000 برميل. تدرون ايش قال لهم؟ قال لهم راح اسوي مصرف العائلي، الشاب المتزوج اللي يريد يتزوج اعطيه 7,000 دولار 150,000 ليره، اللي ما عنده سكن انطيه، بنا 1,000,000 وحده سكنيه، وبلد عايش على السياحه وعلى الصناعه. احنا هسه بلد نفطي، هسه انت انصفنا، ساوي عمي ساوي رفحه وغيرهم 500 والله ما نطلع مظاهرات بعد. ليش؟ لان حتى ما نشعر بالمظلوميه، حتى ما يظل قلبك انت يحترق، تجي واحد بصفك ياخذ 1.25 مليون وانت تاخذ 500، وعندك اجار وعندك طلاب كليه. نحن اصحاب شيبه البيضاء وقف امام سيادتكم امام رئاسه مجلس الوزراء نطالب بحقوقنا الشرعيه الذي شرعها القانون من 2014 لحد هذا يومنا، حسب نسبه التضخم وزياده 10% رواتب المتقاعدين. اعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس النواب شرعوا القوانين السلطه التشريعيه وحولوها الى السلطه التنفيذيه. احنا نطالب رئاسه مجلس الوزراء عندما كنت نائبا رئاسه مجلس النواب تطالب بزياده رواتب المتقاعدين من شهاده حكومه الكاظمي، وكتابك الموقع الموجود ب 30/6/2021. لماذا من صيغه رئيس مجلس الوزراء لم تطبق هذه الماده؟ والماده مفعله بصلاحيتك، ما يحتاج رجوع الى مجلس النواب. نحن اصحاب شيبه بيضاء عندنا مرض مزمن وعندنا سكر ضغط، انا لحاجيك عندي 3 عمليات وزاد عندي فقرات وزوجتي معاقه بالعربانه، وعندي شهريا علاج مزمن اشتري 300,000 دينار وراتبي 500 إلى 10. راح تقولي طيب شلون 500 إلى 10؟ 10 يقصون من عندي بخت الحرامي والبوق، اشاره 2000، عموله 3000، مكتب 4000 تنقص، هاي 10,000 يقصون من 4 ملايين متقاعد، يعني شهريا يطلب هيئه التقاعد 4 مليار دولار. زين عيني؟ لا زين، احنا نريد نطالب الانصاف وتفعيل هاي الماده. مواكب زادها الاصرار زاحفة الى التي دونها الانواء والنصب، عبر الحواجز من صدر بغداد الى الخضراء نداء واحد خصب، الوحدة الكبرى وإن لها فينا الذي يبتغي ميدانها الرحب. تلك الشيبة البيضاء وقد كانت لثورتنا شرارة أية دمع، جئت تحتسب في كل يوم على العدوان منتفض، وكل يوم بوجه البغي منتصب، ويحمل القيد لا قيدا يصفده، بل للذي من حديد القيد يصطحب. بغداد والكربة السوداء والأدعياء لهم في غيهم غلب، وقد يظن هيوب إنها رسخت، وقد يظن على من لم يهب طلبوا، ولم تعد تطلق الأحلام بهرجة من الدعاوي وأن رنت بها الخطب. تصاعد من بين العراق فقيل رسيس قد أزاح رمادا، رويدك ميدان القوافي وقد علا، لها هج بين الصفوف تنادي عاش العراق عاش العراق عاش العراق عاش العراق. Thank you.
احنا انصاب ما كل المتقاعدين، اكو متقاعدين ياخذون 1.5 مليون ربع، المصري ياخذ 750، الايراني ياخذ 1 مليون، يعني ما كل انصاب، وناس تاخذ 400 وناس تاخذ 300 وناس تاخذ 500. انصاف يا رئيس الوزراء، انصاف، يعني انت مو طالع من جيبك، هذا بلد كله خير، سويهم يعني مناصفات، يعني زيد المتقاعدين، هاي حقوقنا، هاي يعني ما ماخذين احنا من عندكم، زين هاي خدمتنا عمي. زيد المتقاعدين بس قل لي، بس اريد اسالك سؤال واحد، انت تقدر تفيد زيد المتقاعدين؟ بس اكو نفوذ احزاب ها متنفذه بالبرلمان تقول لك لا زيد المتقاعدين، قول هذا الحزب يابا ما يخلينا زيدهم، ازيدكم يعني صير جريء يا رئيس الوزراء، ترى تقدر تفيد زيد المتقاعدين، بس اكو ضغوط جوا بالبرلمان، زين زي غيره قلنا له اضرب ايد من حديد ضرب ايد من فلين، فانت يراد لك شاكوت هذا ابو 20 كيلو وضرب دك، جيبه موانة المسروقة السياسيين البايقينين، زيد المتقاعدين عمي، زيد المتقاعدين ترى ما باقي شيء، ترى ما باقي شيء، زيد المتقاعدين خلي لك بصمة، خلي لك قول جريء هذا، انا اقول هذا رئيس الوزراء جريء عمي، زيدنا احنا ترى متضررين، بعد ان عجزنا عن مخاطبة الشرفاء من السياسيين والمسؤولين، بعد ان عجزنا عن مخاطبة الشرفاء من السياسيين والمسؤولين، ولاكثر من 15 مظاهرة وحوالي 3 سنوات تتظاهر المتقاعد، ما الذي نعمله اليوم؟ نخاطب شئتين فقط، اليوم ذول الناس هم راح ينصفونا لانه هم يحكمون العراق، والله العظيم عيشة الكفاف، اسالك بالله 500,000 دينار وين توديها انت؟ انت عندك اولاد وبنات بالمدارس وبالكليات والجامعات ومتطلبات الحياة، وعندك امور صحية، انت ما كل يوم متقاعد مو مريض، وعندك التزامات مالية والتزامات عشائرية والتزامات اخلاقية وعن الناس، يعني احنا والله خجلنا من هذا الموضوع. الناشد منو الناشدة؟ الناشدة منو؟ يعني السيد السوداني من كان عضو مجلس نواب، هذه الكتب مالته موجهه الى رئيس الوزراء بزياده رواتب المتقاعدين لانهم ظلموا. اليوم من صار دفه الحكم، ما الذي جرى؟ ضغوط عليك، تحرر من الضغوط، قطعنا الاراضي سحبوها، تحرر من الضغوط، ما يصير هؤلاء الحافين بك سواء اعضاء مجلس نواب او من مستشاريك او من اللجان اللي شكلتها، من المستشارين او اللجان اللي شكلتها، لم تنصف المتقاعدين ابدا، لن تنصف المتقاعدين. احنا بالنسبه للمتقاعدين قاعد يهينوننا هذول الضباط، هسه احنا طلعنا مظاهرات سلميه وهم بحمايتنا على اساس وصلنا هنا، هذا العميد وقع شيابهم وعقلهم، يقول لهم اضربوهم، وقاعد يضربون بالعالم المتقاعدين، ما يستحون يعني ما يخافون الله. وبعدين احنا المتقاعدين شنو سوينا؟ خدمنا البلد احسن من هذول جايين الاحزاب اللي ما يخدمون، قاعدين ببيوتهم ياخذون رواتب، احنا انظلمنا، وبعدين حتى قطع راتبنا تعبان، عيشتنا تعبانه، وبعدين طلعت لنا قطع اراضي، احنا بعض المتقاعدين قطع اراضي من 2011، واحنا بامانه بغداد كوشوا عليها 10 مسؤولين بالامانه سحبوهم من عندنا، انتم ما مستحقين، جبنا كتاب من رئاسة وزراء قال المتقاعد والمتوفي ياخذ حقه، الأمانة يلقفوه على صفحة، والله هذا مبهم الكتاب، ليه يحترفون بكتاب رئاسة وزراء؟ ليه يحترفون بحقوق؟ هم 5 انتخموا بالمليارات، بس واحد مسؤول وكيل إدارة أخذ قطعة 2 مليار، هاي بس وحدة، اشتغل بالتصنيع العسكري أخذ حقوق ونقل روحه، محافظة بغداد أخذ حقوق. طبعاً الحكومات المتقاعدة من الثمانينات، احنا طلعنا بالثمانينات والتسعينات واكو بالسبعينات طلعوا تقاعد ها برواتب رمزيه 100 دينار، احنا طلعنا تقاعد وما شملتنا كل السيادات، اللي يتعين ويخدم 3 سنوات 4 يطلع تقاعد بهالوقت 3 ملايين و4 ملايين، واحنا بتفاليس زين وما مشمولين بالزياده، لانه الاطار التنسيقي يقول جماعه النظام البائد هذا، وهذا ما يصير. ليش؟ احنا دافعنا عن البلد، واحنا من عشائر عربيه عراقيه اصيله زين،
واني واحد من هالمجتمع هذا المظلوم، لان كل هالناس مظلومة وعايشة معاناة من خلال الادارات ومن خلال حتى هذا الموبايل هو ضرر للبلد وللشعب. زين، فالامراض تروح للمستشفيات ماكو علاج، تروح للعيادات الخارجيه ها ملايين ملايين، وانت ما عندك. زين، ليش ما تدافعون عن الفقير؟ ليش ما تناصرون الفقير؟ احنا نتشرف بهالحضور الشيوخ هم وعمايمهم وعقولهم، ونتشرف فيهم والعقال تاج على الراس. زين، لانهم هم عمامنا وهم خوالنا وهم اجدادنا، واحنا نفتخر بهم. وتحياتي ها كافه تحياتي لا للنساء العراقيات الشجاعات اللي حضرا وآزرا الرجال في كل المحافل الدوليه والمحافل البغداديه والعراقيه. نداء استغاثه الى كافه الدول العربيه والسفارات الحضور الى المنطقه الغبراء لازاحه هؤلاء الظلام الذين دمروا البلاد والعباد. ايها الشعب العراقي العظيم، هبوا عليهم هبة واحدة، هبوا عليهم هبة الرجل الواحد. ايها الشعب العراقي، لا خير بكم، لا خير امة تأكل اقل مما تزرع، ولا خير في امة ناعمة في بيوتها، ولا خير في امة هؤلاء السياسيون يأكلون ويشربون وانتم الفقراء الى الله، فحسبنا الله ونعم الوكيل عليهم. اليوم خرج المتقاعدون وهم يطالبون بحقوقهم باستحقاقاتهم القانونية التي صدرت بدون وجه حق نتيجة الاستهداف السياسي لهؤلاء. وبقي المتقاعدون القدامى يتلظون من الجوع براتب شحيح يكاد لا يكفي حتى لطالب مدرسة. كفى يا حكومة، كفى يا مجلس النواب استهانة بهذه الشيبة البيضاء، فوالله طفح الكيل وقلت الحيلة، وما علينا إلا أن نكون يد واحدة. جميع المتقاعدين اليوم توحدوا ضمن هذا الجمع الخير، وهم يناشدونكم ويحذرونكم بالمقابل من سكوتكم الغير مبرر والغير مشروع. نقول إذا لم تضعوا قضية المتقاعدين قانون التقاعد التعديل الثاني لقانون التقاعد والمادة 36 ضمن جدول عملكم، ننذركم بأن التظاهرة القادمة لا تكون تظاهرة وإنما اعتصام ربما يتطور إلى شيء آخر، سيكون عند ذاك لكل حادث حديث. وقد أعذر من أنذر، رسالة يجب أن تكون. ما عندنا أي مشكلة مع الحكومة غير القانون، قانون تم تشريعه عام 2014 ولا زال هذا القانون متروك بالأدراج الدوائر ومعطل لحد الآن لم ينفذ. إحنا ما نطالب أمور غير قانونية، يوميا نعيدها وألف مرة نعيدها، نطالب الحكومة تطبيق القانون. والسيد السوداني التقينا به أكثر من مرة عندما كان نائب وكان مع المتقاعدين ويطالب المتقاعدين، فالسؤال للسيد السوداني هل هاي دعاية انتخابية أم فعلا طالب المتقاعدين؟ الآن الجو بيدك، الآن مفتوح لك. زين، لما حضرتك ذكرت المادة 36 مادة مشرعة بالقانون وسويت كتاب بها رئيس الوزراء بذاك الوقت السيد الكاظمي، وطالبت الكاظمي بأنه ينفذ هاي المادة القانونية، والآن الأمور بيدك.
سيد رئيس الوزراء عندما اجى وصار رئيس الوزراء اني واحد من الناس نشرت قلت ايها المتقاعدين استبشروا بخير، اجاكم شخص يعرف الانسان ويعرف الامور وانسان متدين، بس لكن نكت فينا وانظلمنا. واحنا المتقاعدين اسمح لي، واحنا المتقاعدين مظلومين من كل رئاسة الوزراء اللي استلموا الوزراء كلهم، كل اللي اجوا واحنا مظلومين من عندهم. عندنا اهم شيء موضوع يخص المتقاعدين هي نقطة واحدة فقط، وهو رفع التمييز حتى يساوى جميع المتقاعدين بدون استثناء. احنا اذا رفعوا التمييز تساوت المتقاعدين. الان يوجد تمييز ويوجد اقصاء ويوجد استهداف سياسي. احنا نكرر مرة ثانية، الاستهداف السياسي يجب يلغى من قاموس وافكار اصحاب القرار، والا تبقى الامور كما هو عليه، ويوميا احنا نطلع مظاهرات. تحية لقناتكم، تحية للاعلام الحر، تحية لكل من يتعب من أجل الناس المظلومة. قانون التقاعد منذ 92 عاما كان قانونا لم يأتي لنا بجديد، ثغرات القانون يتجدد سنة بعد سنة، وفي كل تعديل وفي كل ألم يضيفون ألم جديد. المواد 14 اللي هو ما سووا به القدامى ويتجدد، المادة 13 اللي ناس طلعوهم تقاعد 15 سنة وبعدين قالوا لهم لا إلا 20 سنة قطعوا رواتبهم، العرامل والأيتام المعوقين أصحاب الجيش السابق يوم النخوة وكلهم أيضا مضررين بقانون رقم 26 لعام 2019، وكو قانون قسري ظالم نفذ على موظفين بليل وضحايا في 12 يوم، اللي هو قانون رقم 26 لعام 2019 فقرة السن. ما بيها وهم ما موجود بهالقانون وكثر الاستثناءات. انتوا استثنيتوا الدنيا كلها بالقانون، اذا على من راح يطبق هذا القانون؟ هذا القانون على من يطبق؟ على الفقرة؟ لماذا هذا الاستثناءات في القانون؟ هل نحن بلد الاستثناءات؟ اني هذا حالي، هاي الغدة الطريقية هاي الجلطة وهذه الشرايين. هسه انا اذا امشي 50 متر اقوم اعيط مثل النسوان من الوجع. زين راتبي 500 الا 10، المن انطيه؟ والله اصرفه على الدواء على روحه للطبيب، والله العظيم. وخلف الله عليك انت وغيرك يتسخطون علينا. يعني هذا حالنا المتقاعدين، احنا يصير بنا حال رئيس الوزراء بغيره. بس مع الاسف احكاية ما اقدر احكيها، بس راح المكان خربوه، والله العظيم. بس زار منطقه زار دوله خربوه، ما اقول لان احتمال هسه بدنا ياخذوني يروحون يعلسوني. زين عم احنا بغابه. احنا رئيس الوزراء من كان بالبرلمان كان يدافع للمتقاعد، واحنا مخلينا سند رئيس الوزراء. من كان بالبرلمان قال انا وياكم المتقاعدين، وهو ابو الغيره العراقيه، واحنا الشيبه البيضاء، احنا ننهان، احنا كرامتنا تروح. انضربنا ونهنا وضربونا، ليش؟ احنا ما لنا احترام، ما لنا تقدير. فاحنا نقول من رئيس الوزراء، نقول الغيره نريدها يتحرك لنا لهاي الشريحه التعبانه. انا امثل كافه المتقاعدين وكافه المعوقين. هذه الشريحه المظلومه اللي راتبه 300، اللي راتبه 400، اللي راتبه 500، احنا ما نقبل بهالجد. اقل راتب 1.5 مليون يا سياده رئيس الوزراء. احنا كنا بانين امال عليك، وين امالك؟ وين حقوقنا؟ وين حقوق الناس هاي الفقراء؟ من الذي بنى العراق؟ هم الذين بنوا العراق. هذا اساتذه، دكاتره، اطباء، مهندسين، مثقفين، كوادر، هم اللي بنوا العراق. من اللي بنى العراق؟ انظر الان الناس هاي المعوقه اللي مقطومه ايده، اللي مقطوم رجله. ليش هيك؟ ليش؟ الى متى؟ وين هاي الوعود؟ شنو هاي القرارات والقرارات؟ سفر وما ادري شنو، وين يسافر هو؟ هو اذا ما عنده فلوس وين يسافر؟
أنا أدافع على كل شريحة المتقاعدين ومن ضمنهم إحنا المعوقين. عندي عوق 100% وعموا عيني هسه ذاك اليوم، لو أسوي عجز يصير عجزي 100-150%. يعني محاربتنا الدولة المن؟ شنو 500 إلا 10؟ 500 إلا 10 المن الطين؟ للآجار، للولد اللي تخرجوا وقاعدين بالبيت. أنا ما جامل، أنا ما جامل على هاي الدولة، هاي اللي أذتنا، ذبحتنا، ما نصفتنا. ميزت ناس وناس، ناس رفعتها للسماء وناس خلوهم ما بس. احنا الحمد لله وشكر وما ننذل وما ننطي بهوان، حقنا ناخذه والله، حقنا ناخذه. عمي ديروا بالكم علينا احنا المعوقين والمتقاعدين، احنا ما نجوع، عود تجوعونا ما نجوع، الحمد لله وشكر. نشتغل احنا، نشتغل وغصبا عليكم ناخذ راتبنا. زين، ولد يتخرجون يقعدون مو بالاحزاب،